بوضع اقتصادي مزر يستقبل المواطنون في ريف تعز شهر رمضان، آملين أن يكون هذا الشهر الفضيل فرصة لوقف نزيف الدم المستمر منذ 4 سنوات. رمضان واقي ورواتب ما فيش، غلاء، وضع الناس يعني مرة مدهور، لا بعد حاجة. ترتفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مع حلول الشهر، حيث يستغل التجار حاجة الناس في هذا الشهر أكثر من غيره من أيام السنة. الأسعار ترتفع وخاصة في هذا الشهر الكريم، بعض الناس ما يلقيش أي قوت اليوم يعني. فنتمنى إن شاء الله من الحكومة أن تكون تراقب رفع الأسعار. مادة الغاز المنزلي أكثر المواد التي يحتاجها المواطن في هذا الموسم والأكثر ارتفاعا في أسعارها، حيث تبدأ بالاختفاء من الأسواق لكنها تظهر فيما يعرف بالسوق السوداء وبأسعار مضاعفة. أنا بالنسبة لي الشهر دباب الغاز حقي حوالي 3 أو 4 عند الموزع، ويوعدني من يوم ليوم من يوم ليوم وما لقيتش دبة الغاز. في ناس محتاجين لدبة الغاز خصوصا في رمضان، عدم الغاز. 5 مديريات اللي هن الآن يقومون بالتعبئة من محطة السمسرة. طبعا هذه الـ5 المديريات الغاز اللي يجي لنا من صافر ما يكفيش. الأخوي صافر، مدير دائرة صافر، ونائب المدير دائرة صافر، ونحن على تواصل معهم يوميا. يا جماعة الخير، نحن ما فيش معنا غاز، حصتنا ما تحملاش، حمولنا زي بقية المحاط، ما فيش. الكلام هذا كله يعني كلام مغني قنبصنا. حاجة المواطنين الشديدة للغاز المنزلي في رمضان تفسر حالة الجشع التي تظهر على مورديه الذين يخفونه من محطات ووكالات البيع الرسمية. تتكرر مأساة المواطنين مع كل موسم رمضاني، وتتضاعف أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل جنوني في ظل غياب دور الجهات الرسمية في ضبط المتلاعبين. ليبقى السؤال الأهم، إلى متى يترك المواطن فريسة لجشع التجار؟ فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.